أول ما بديت أقرأ كنت مهووسة بأي شيء فيه جرائم قتل أو أشياء غامضة، فأول كتاب عربي قريته كان نجيب محفوظ اسمه لعنة الفراعنة. لعنة الفراعنة، تتذكر هذا الكتاب؟ الموضوع ده موجود عندنا، قريت عنه كثير. أنا كنت أبسس بالموضوع. هو الموضوع بدأ كمس. طيب هذه معلومة جديدة، حسام قلت إنه لما دخلوا جوا ولقوا غرفة دفن الملك، بالغرفة الرئيسية لما بيحطوا أي فاكهة بتجف بس ما بتعفن، صح؟ طيب تعرف إن هم كانوا عباقرة جدا، يعني حتى موضوع الأدوية، معظم الأدوية اللي الحين إحنا يعني نتعالج فيها سواء من العسل الطبيعي أو من أشياء طبيعية، هي كانت كلها مكتوبة عند الفراعنة. مش بس الأدوية، علم التحنيط اللي اخترعه صح، وعشان كده التحنيط استخدموه حتى في المومياءات. حتى النهارده ما حدش يعرف يسمي التحنيط. لين اليوم يحاولوا يكتشفوا الأشياء اللي استخدموها في التحنيط. كل اللي قدروا يعرفوه عن التحنيط بس إن هو بيحتاج إنه يستخرج كل الأعضاء الداخلية للبني آدم ويحط صيغة معينة أو صيغة كيميائية معينة عشان تحمي الجسد زي ما هو، اللي هو جسم الموميا نفسها. لكن إيه هي الخلطة السرية دي؟ ما حد عارف. خفرع ويت منقرع. منقرع انا قرعت الباب الحمد لله. اوكي، اللي ما حد يعرف ان انا علاقتي مع الجمع سيئة، من المخلوقات اللي ما استلطفها، انا اسفة. وقلت لهم خيل مش جمل ابدا. شكرا. كلام كده اللي بقولكم تمام ولا هصعبكم شويه؟ تقولكم شويه كويسين كده. انا كويسه. سير يور فاين. هو بينده لك بطيخه ليه؟ طب خلاص، اي احد يجي هنا على الاهرام بس يسال عن محمد بطيخه. Hello. خايفة. محمد هيعرفني على صديقه. هو ده مايكل جاكسون. حيروح يجيب لنا مايكل جاكسون من تحت. بيسميه مايكل جاكسون ما بعرف ليش. No I don't. قلت لك علاقتي معهم مش كويسة. You all know that all the Egyptian people invented writing. Okay? So they would record them first, and this is a proven fact that they were. كنا جالسين نشوف مواقع الآثار بمصر خريطة، وانصدمت من معلومة أول مرة أعرفها. كلكم تعرفوا أسوان، بس في أسوان في منطقة اسمها أبو سمبل. درجة الحرارة فيها توصل 80 درجة، عشان كذا العالم اللي يبغوا يزوروها لأنه فيها أقدم معبد من الساعة 4 صباحا لـ8، وبعد كذا ما حد يتحمل درجة الحرارة. رمسيس الثاني. توني كنت عارف من حسام انه اول معاهدة سلام انكتبت في التاريخ كانت على يده، صح؟ الى مين كانت؟ المعاهدة كانت ما بين المصريين او ملك مصر وملك تاني اسمه ملك الحيثيين. ده كان ناس قديمة من تركيا حاليا. من تركيا كانوا. تركيا كان التنازع، حصلت المعركة بين رمسيس الثاني والحيثيين في ارض الشام حاليا اللي هي تعتبر سوريا ولبنان. كان قائد عسكري من الطراز الاول، عمل استراتيجيه حلوه، وحط مقدمه جيش فرقه من الفرق بتاعته، كان عنده اربع فرق، حط واحده منهم قدام، وبدا الجيش يحس ان يخش، فلقى ان الفرقه دي ضعيفه، قال لك احنا هنخلص عليها، وبدا يهجم هجم هو قدم كل القوات بتاعته وبدا يدور الجيش الثاني خدعهم يعني. بالظبط. هذه الأشياء، يعني هذا السرير أو ما أعرف إيش سموه، وهذا الشيء لقوهم مدفونين لأنه الفراعنة كانوا يؤمنوا بالصفة
خصوصا الملوك بالحياه الثانيه، فكان يدفنوا معاهم الاشياء اللي راح يستخدموها بعدين. لما تجوا على المتحف تاكدوا دائما انه يكون معكم جايد يشرح لكم القصص ورا كل شيء، لانه حيكون مشوق وممتع اكثر. توت عنخ امون من اشهر من حكموا مصر، كلنا بنعرف يعني حتى اللي ما يقرا عن الفراعنه، بس تخيلوا حكم مصر 3 لـ4 سنين بس. واهم شيء كان انهم ما لقوا مقبرته كامله ما سرق منها ولا شيء يعني. ولما فتحوا هذا القبر لقى داخله هذا الشيء، لا تسالوني كيف يعني، شوفوا الريفلكشن الانعكاس هنا انه هذه كانت داخل القبر الكبير، وداخل هذه كانت هذه. هذا الحجم الموميا الحقيقي، كانوا قصار، انا على بالي كانوا ضخمين ما اعرف ليش. بس حسام، هي الموميا هذه زي ما هي كده صح؟ هي زي ما هي، عباره عن انسان ملكين بيه وقماش لون، يعني في موميا داخل عن جد. اكتشفنا انهم كانوا يلعبوا. يلا سيكو، your time to sing. يلا سيكو، go سيكو، go سيكو. الجو حلو، اكثر اغنيه انا بعشقها الفضل، الجو بيرفكت.